النية السليمة، لما بتكون النية سليمة ربنا فعلا بيسهلها زي ما احنا شفنا في الفترة اللي فاتت يعني. طيب، ليلة خطوبة وشبكة محمد محسن وهبة مجدي في المسرح، المعازيم ما كانوش بس جمهور المسرح اللي هم قاطعين التذاكر، انما كمان الاصحاب والحبايب والفنانين جم يباركوا لهم، بس تحس ان كل واحد جاي في صف، يعني تحس ان هم فريقين، كل واحد بيشجع او بيدافع عن صاحبه. اللي جايين لهبة بيحذروا محمد، واللي جايين لمحمد بيحذروا هبة. حضرت قصة الحب دي من أولها من أيام بروفات المسرحية، وكنت سعيدة وفرحانة فرحة كبيرة جدا إنه الحمد لله ربنا جمعهم، والطيبين الطيبات فعلا هم لايقين على بعض وجمال مع بعض، وربنا يسعدهم يا رب. هبة تستاهل تقلها ذهب، وقلبها زي البفتة البيضة، وحذاري حذاري حذاري تزعل منك في أي حاجة، بالك بقى لو زعلت، يعني أعتقد إن مش هيكون عندك حما واحدة ولا اتنين ولا تلاتة، في كتير جدا بيحبوها وبنحبك علشان انت بتحب هبة. عايز اقول لهبة محمد صوته أمانة في ايديكي، لان الراجل احنا بنحب صوته كلنا يعني الحقيقة، فخلي بالك منه جدا، مش هقول لك اكتر من كده. بس الف الف مبروك لهبة، ويا رب يسعد قلبها وايامها ويجعلها جوازة العمر والهنا، والف مبروك لمحمد برضو، هو حد فنان جدا وصاحب كلمة، وربنا يرضيهم يا رب. انا بنروح بالدم اشجع هبة. محمد محسن، انت خدت اخر بناتنا الحلوين، من فضلك خلي بالك منها جدا، لانك معاك نعمه كبيره قوي من ربنا، انت محظوظ ان ربنا اداك هبة مجدي. وانا يمكن بقول دايما ان هبة مجدي دي من الخمسه القليلين اللي اتعدوا على الصوابع في الوسط، وسعيده جدا انها مبسوطه. والنهارده يعني انا كنت طول الوقت بعيط، حاسه ان انا مامتها، وفرحانه جدا بحاله الحب اللي هي عايشاها.